السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم ونور يومكم وأدام علينا وعليكم من نعمة الصحة والعافية. وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج هذا الصباح. أعزائي المشاهدين، كما عودتكم دائما في هذا البرنامج أبدأ معكم بصور صباحية من نواكشوط، نتابع. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد من الصور الصباحية من نواكشوط إلى فقرة الطقس. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي في الاستوديو زينب ومن السيد احمد صحفيه. اهلا بك زينب. اهلا وسهلا، مرحبتي بك سيدة، صباح النور. اهلا بك. اعزائي المشاهدين، اليوم راح نتكلم عن الاعلامي الشاب، وبدينا قبلنا زينب كنموذج شنو هي الطريقه اللي توازي بها الاعلامي الشاب عملها المهني الصحفي والبيت. اهلا بك زينب. اهلا، اولا صباحك. مرحبا بك استاذه، صباحك اسعد وصباح المشاهدين كله خير ومحبه وعمل وجد. اولا اشكر قناه الساحل، نحن الاذاعه اصلا المطابعين للاذاعه قناه الساحل على هذه تحت الفرصه. كما اشكرك انت على هذا البرنامج ولا الفقرات اللي شفنا رائعه بتبارك الله احسن خالق، شيء يذكر ثم يشكر. الله يجازيك، وانا سعيده حتى اني بين ضيوف هذا البرنامج. انا سعيد طبعا. زينب، بصفتك اعلاميه وايضا عندك منزل، بس محاله توازن زينب بين المنزل والبيت والعمل المهني، هي مهنه المساعده هذه؟ شكرا على السؤال. شفتي كل ربة منزل يسوى هي كانت طبيعة عملها شنو هي؟ أكيد عندها تحديات يومية، يسوى كانت صحفية، يسوى كانت طبيب، يسوى كانت أستاذة، يسوى كانت معلمة. تحية طبعا للمعلمات والأساتذة والأستاذات مناسبة افتتاح السنة الدراسية. شفتي أنك تعودي عندك عمل تمارسي، خاصة مهنة المتاعب، خاصة أنا مؤخرا توجهت شغل مواقع إلكترونية، مواقع إلكترونية فيهم تعب مضاعف. مثلا الميدان دائما نقضوا الموقع ب الأنشطة اليومية، تغطيات وأنشطة الحكومة وأنشطة شط المواطن، أي الأنشطة بصفة عامة. هذا يطلب منك نزول الميدان، تغطي الكاميرا وتصور، وهذا تعرف أنك كامرأة إذا كانت حاضرين ترفضون أبو
صوري راسك وجيبي المادة الإعلامية طبعا راسك. طبعا من يوم اللي عدلت هذا الموقع أنا ناخذ صباحيا عندي مجموعة من العناوين تتصل علي لعدم أي نشاط ونمشي بالراس ونعدل المادة الإعلامية الصورة اللي في التقارير اللي يستحق خبر واللي يستحق الفيديو يعني المادة الإعلامية وذاك اللي تستحق من التغطية ونجيبوها من الموقع مع عملي كنت بالإذاعة اللي هو الأرمطة أظن بعض الانشطة الثانية. مبروك بعد الموقع من المنبر. شكرا جزيلا. فهذا يديك انك عندك ضغط لترجع للمنزل. اي ربة منزل واي ست بيت سابق توقع المنزل لابد لها من عدة امور تعدلها. بكل لتصحي مع الصباح لان تكون حسانه وتحصر المشاهد الاكثر لتصحي مع الصباح مع الصباح عندك حاله اللي عنده ترك واللي لابد يطلعهم ولا لابد يمشي بهم يطرحهم عند اهله والله اهل حد من واثق بهم والله اللي حاني عامله المنزل تطلع وفم اعداد الفطور دائما ست البيت اللي سابق تطلع لابد تعدل الفطور لابد تعدل لك التكفاط قالوا الحسانية أولا حالة الرجال الآخر ذلك ولا بد تشتغل على راسه هي ما تخليني ودي ترجع تحمس وتعدل حالك أنا ما يزعل علي أنا ما يزعل علي أنا خالق ست بيت قطاع مع الصباح وتأخذ التماس أولا ما خالق ما تقدر تخلي بيتي أنا بعد ما أقدر أخلي بيتي قطع أنا بعد بيتي خليه مسا هذه قرة وداني ست بيت هذا مثل خطر عنده اللي تخلي بيتي بيت ست النقص شتي هنا يختلف شتي هنا يختلف منزل حد عند دار اهله عنده بيت فهم دراسات قاعد يقولون ان الفتيات بما ما حدا مرمزت عند دار اهله مرمزت فتيات يسوع عند العمر الشبه هذا يرفع المعنويه طبعا ان الشبه بعد عندها بيتها ما هو مرتب يقوم الترتيب كامل لابد خزينتها مفتوحة لابد تدق توبة مطرح لها لابد جهاز مطروح لها بالإضافة فعليا للبدوات طبعا يختلف من تعودي في بيت حقيقي يعني احنا تسمع عدد وعند ترميني عند الدرة يفرض عليك الواقع هوك كنت لك اذا تشحي على راسك انت عندك كاميرا وعندك موقع وتقضي خليني مثلا عشان الثاني ودون انك تكفت بيتك انت ما تقدري تمشي مولي ما درتي مايك اب ما خرستي راسك لا لا كيف لان انت لا يتوعي مثلا طلوع الثامنه ولا التاسعه لكن لا تطلعي الثامنه ولا التاسعه حسب تطلعي عندك جزئين لابد تعدله طبعا عقب الصلاه اللي قاعد يضوي شيء مفروق منه البيت نبدا تعدل نبدا تعدل شوي على حسب المناسبه اللي وعده لعد عمل لعد كمقابله لعد خاصه انتم زي ما قالت وجهاتكم تحيه كبيره اللي في التلفزه انا تجربتي في التلفزه ما هي طويله حتى قطعت من الشمال وياسر كان متعب حقيقه التلفزة متعبه فيكم طبعا تشتغلوا على روسكم اكثر في المايك اب في الملابس في الطله الى اخره ذلك نحن نشتغلوا في الادارات والله نشتغل في الصحافة الثانية إذا والله المواقع الإلكترونية أقل نقعد ما عندنا شيء قبالة مع مواجهة مع إذا أنا مش عدلتش مع الصحافة الثانية أنا هذا حاجة اللي يسوي التريك الصغير مش عدلت مع الصحافة يوم العيد جايتني أنا يوم العيد يوم عيد بالنسبة لي أنا بدأت جايتني حتى والله حقيقة إذا راني محيزك حتى من المنبر وذاك المشاهدين ياتهم يعرفوني مع أختي وجايت الله في بدها وش يسمونك عندي أنا مع الصباح لا بد أني مع الصباح نبدا عند التخفيض يسوي شيء ولو نزار هوك 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 المهم بعد ما نقدر نمشي على البيت خليه بصيفته ما نقدر كثر مباراتك ان شاء الله الله يجازيك لابد نشتغل على مولي على راسي شوي لابد نجهز الفطور لاهل الدار ما لحقوا عندي شيء حد اني عدنا نرفد ساكنه خاطر سليم نيمان يعني صباح قام اصبح عنده فوبيا ما اصبح مرة مسؤولة أعزائي المشاهدين يمكنكم التواصل معنا في هذه الحلقة عبر الرقم الهاتف اللي هو 45 25 22 00 أعيد وأكرر 45 25 22 00 زينب فعلا هذه اللمحة اعطيتيني على امرأة ست بيت ما شاء الله بامتياز قدت تتعدل عملها في البيت وتعدل عملها الميداني اللي هو العمل الصحفي خاصة المواقع اللي انت مخرطة فيهم جديدة فم ياسر متعب ياسر نفسي حسب اللي قلت لي انه ما اثر الحمد لله على المنزل وياسر ياسر يعدله نقبل اول متصل معنا في هذه الحلقة. هلو السلام عليكم.
الو مشاهد تفضلوا. الو مشاهد. نرجو الموضوعنا. متصل مواجهات. متصل اخر تفضلوا. ايضا انفصل الخط مع المتصل. الو السلام عليكم. الو مشاهد. الو تفضلوا. الو السلام عليكم. تفضلي اختي الكريمه. الاسم الكريم. الو اسمعكم. ما شاء الله تبارك الله الحمد لله. قطع الخط ايضا نكتبها بقدر ان كان تصفى الخطوط شوي. الو تفضلوا. ايضا نضغط الخط على المتصل. الو السلام عليكم. الو تفضلوا سنتركم معاكم هذا الصباح تفضلوا. الو اهلا بك مرحبا. الو نرجع الموضوع لزنبو. زنبو فلان ارجو شوي الاعلاميه الشابه في الحقل الاعلامي الموريتاني. شنو وجهه نظر زنبو كاعلاميه شابه في الاعلام اليوم؟ شفتي الاعلام اليوم كانوا 2011 والله 2010 على ما اظن هو الساعه انفتاح الفضاء السمعي البصري. كنت انا ومتزوجين كامل طبعا تحيه كنا نحلم ذيك الساعه. عندنا كثير من الاحلام البرديه. عندنا ذيك الساعه الكثير من الطموح. عندنا شيء لا نقدمه لهذا الحقل. ولكن كيف اللي يقولوا بالعواطف حدها وبالاحلام ما نعيش. هذه الحقيقه. للاسف انا كنت من بين ولا اظن ان كنت معنا مشروع قال مشروع الشمعة. كنت من بين طالبات. كنا ذيك الساعه 50 شاب ضبط نقاط الصحفي الموريتاني بالتعاون مع السفاره الامريكيه على ما اظن. وذيك 50 شابه كانت على انه بين اللي تعود قدمت 200 شابه تقريبا. انقبض عند مستوى بك عند مؤسسات تدرب فيهم. يعني ما انقبضنا هكذا. انقبضنا من المسابقه شارف علي النقابه في ساعة نقيب الدكتور حسين المدو. موجه له تحيه من والله حتى انا موجه له استاذنا الكبير معنا احمد بن مصطفى معنا الكثير من الاساتذه اللي درك ما يتسع الوقت للاسامي كانوا تحيه طبعا. كنا شابات طامحات. كنا شابات حالمات. كنا شابات مقتنعات بها. شنو نقول واق منا عندنا قناعة ياكم انت قصة باطل في الاونه الاخيره. شفتي ذوك الاحلام شنو نقول لك الصدمه بالواقع. ذوك الاحلام متى تثبت تعود احلام. انا اظن ان ذوك 50 طفله ما زالوا منها ثلاثه درك بقوه من زيدان بلقيس وانت اسماعيل لعبت مزاد في التلفزه الموريتانيه متحدث انا يقول ما زالوا منها هذيك 47 شاب وين اللي نجبر عاقبه كانت تصل عليها اللي عدت المعلمين اللي عدت في قبط يعني الوظائف الثانيه اللي قعدت في بيت كلهم يقولوا وين الصحاب مالك وين نحن نقول قرينا سنه واجتهدنا وكانت عندنا اسم الاحلام كانت عندنا دوريه نعدلوها كانت عندنا مقابلات وين نقولها وهي جاي نأسسون حدا شيء جديد تقول انا الاعلام صدمني مشيت عنه. شنو هي أول تجربة تعدليها زينبو؟ والله أنا أول تجربة عدلت ستاج في إذاعة الشفاء. هذه الموريتانية هي اللي تعود 2011 أول برنامج نقدمه برنامج رمضاني حول العادات الرمضانية اللي داخلة المجتمع الموريتاني خاصة المائدة مائدة الإفطار. ذاك أول برنامج نعدله وكنت لين نسمع حسي في الإذاعة كان شيء كبير. نتصل اليوم كاملين لا ناخذ الاذاعه ديك الساعه ستاج ما عندي ضمان مالي ما عندي اي كونترا ما عندي ضمان صحي. هذه هي المشكله الموجوده لحد الساعه هذه المشكله ان احنا ديك الساعه نقدو نقبلوا بهذه الوضعيه لنظرا لان مازلنا شابات ومازلنا كيف ان جينا. هذا اللي نقول كان 2011 نحن نتكلم في نهايه 2017 7 سنوات من التجارب 7 سنوات
نحن هم اللي كنا الوقود لهذه المؤسسات. وهذه الكلمة نختارها نسمعها القائمين على المؤسسات كان أنا وانتي وأصحاباتنا هم اللي كنا لحظة اللي يبدوا هذه المؤسسات، هم اللي نقدوا الإذاعات وراي ظهرت اني مشات بعض الشابات وعرفوا انه ما تلوا مشتاقين في الظروف الشيخ خلق الاذاعات، هم اللي انقذوا هذه التلفزات، هم اللي انقذوا هذه المواقع، هم اللي انحركوا الساحه الاعلاميه. انا وانت ونوعنا نوعنا من الشابات والشباب ايضا طبعا والشباب، ولكن نحن انا نختلف بما ان شفتي نختلف ونحن الشابات نختلف حتى عن الشباب، نظرا لقد يتحمل زميلنا الشاب ما قد احنا تحملنا ياسر من الوسائل المعنوية والمادية نحتاج لها، نحن ما نحتاج لها. مثلا أنت امرأة بعد قد تمي مكون من أصبح للدحمس ما عندك بوز، أنت امرأة ما تريد تنقزع قبل لي لا تنقزع قبل لي فرض عليك لا بدالك من السيارة خاصة تمشي بك من مكان العمل للمنزل. هذا الشاب تعود معي مطروحة للشابان، أنا أعرف الشباب يشتغلوا معاي يتأخر لي يرقدوا نجوا مع أصبح نجبرهم في الإذاعة راقدي أنا ما نقدر نقدفهم بعد نحتمي نقزع بالليل ما عندي الإذاعة ما أعطتني وسيلة نقل لا بدالي وسيلة نقل خاصة عند الدار هذا ما حتى مطابع له حتى الملبس حتى الطلة اللي نزقلوا فيها الماء بدو نزقلوا فيها الشباب هل هي قد يصبر الشباب اللي ما صبرنا نحن في الفتيات نحن بعد كيل قلت لك للأسف صدمنا هذا الواقع اللي عشنا به وأصحابات تصدمه وهذه هي حقيقة. أنا أبو من درى شنو العقبات اللي جبرتي في مسيرتك الإعلامية لحد الساعة؟ مثل عقبات انا عندي مساله اصلا عندي مبدا عدته في الحياه كامل دور الضحيه اصلا ما نبقيها. انا اظن اني قبضت من الاعلام اني ما كنت قبال الشخص اللي عانى اكثر. الحمد لله كان عندي فهم في الدار سبقوني عندي اهل الدار الحمد لله مثلا خالي حصل الاعلامي ويعرف الاعلام ووضح لي الخطوط العريضه للاعلام وش يالتي نمشي عليه من يالتي نتعامل معه ومن يالتي ما نتعامل معه. نبقى عندي نقطه نبقى متصل معنا. الو السلام عليكم. الو مشاهد. الو تفضلوا. نعم وعليكم السلام. وعليكم السلام تفضل اسم الكريم. انا معك رقم باه. مرحبا بك باه اهلا بك. اولا راني شاكرك شاكر الضيف وانا واحد من مستمعين الاذاعه طبعا يا زادي على كل حال نشكركم ونقول شوف عن العمل الاعلامي انه يحتاج لقدر من 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 الصبر والمواكبه وخاصه النساء اللي دائما هم اللي يتولوا اساس العمل في المؤسسات الاعلاميه بين يتخرصوا اليوم النساء هم اللي يتحمل اكثر خاصه كاع هي اللي ذكرت عنهم ما فهم هذو المتعاونين الحقيقه دائما يعانوا قدر من الامور على العموم اللي يعدوا العمل ولكن اللي يخلق العمل ما يعدل شيء مثلا غريب. راك فعلا موجود من 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 اللي مخصص المؤسسات الاعلاميه في مرتا. مع المراه تحمل المسؤوليه اكثر به اللي المراه ما تجي للمراه ما مقتنعه بها ولا تبدا الفير قاضي والنفيس. نختار على كل حال اللي نقول عنه. نختار نقول تو انا على كل حال المرأة فهم شيء خاص بأن هذه المرأة عندها بيت محافظة عليهم وموازنة بينه والعمل وهذا الحقيقة مهلا لا بد من حد يعود ناجح في البيت وناجح في العمل وبالتالي هي تطلب قدر من 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 من, من المواكبة والتركيز على الجميع خاصة هم اللي تربية الأطفال لأنهم يعني هم اللي مسؤولة عنهم المرأة وبالتالي مثلا انا ماشي عن المراه يلا لا تشجع على العمل له في الحقيقه هي تستحق اكثر من المنظار بعد وشاكركم حتى شاكر الاخوات كامل الصحفيات نحييهم شكرا جزيلا لك باه الله يجازيك مرحبا بك وسهلا.
نبغى متصل آخر الهاتف. تفضل مشاهد. ألو مشاهد تفضلوا. تفضل مشاهد. الو السلام عليكم. الو الو تفضلوا سامعينكم الاسم الكريم. قال ابراهيم بلال. مرحبا بك استاذ ابراهيم البلال. اسمعنا من الهاتف وانقطعنا في التلفزيون. الو الو تفضل. الو الو معاكم تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ومرحبا. الو تفضل مشاهد احنا سامعينكم تفضلوا. على كل حال شاكرك وشاكر الضيفة. البرنامج زين موضوع. خط نشر الموضوع زينبو. زينبو فعلا الإعلامية الشابة كي ذكرت أنك مريت عقبات بأنك دائما تبغي تمثل الجانب الضعيف وعن كان فم خال كان 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 إعلامي كان يعطرك يعطرك في النقاط العريضة ومشيت نسلوا ماذا كونين وصلت. والله يمكن تقول لك هناك أشخاص نتعامل معهم هناك أشخاص في الحقل الإعلامي ما نقدر نتعامل معهم نظرا لعندهم تعاملات سابقة مع بعض الشابات ولكانت جيدة وعليه أنا عندي عنهم مسبقا كل شخص عندي عنه كل مؤسسة عندي عنها صورة مسبقا يوم اللي يصلح لي يوم اللي يعمل قد دقيت بابه بلي إنه ما يصلح لي بالنظرا هذا ما هي الحالة اللي سائدة هذه حالة شاذة وأنا الحمد لله وصلت تقدر مسؤولة إعلام قدر من الهيئات قدر من المؤسسات قدر من ياسر يعني إني بالإعلام استفدت منه ولكن هذه ما هي الحالة السائدة. إحنا نتكلموا باسم الشابات الشابات الإعلامية هذا الشباب الكثير وأنا دائما يحكوا لي أخبارهم جبروا الكثير من التحديات جبروا الكثير من الصعوبات دوني منها دائما أخلق تسرب مدرسي والله الإعلام مؤخرا عاد يمتص التسرب المدرسي بحين عاد هناك تسرب من الإعلام الشابات جاءوا من الأولاد مقتنعات اللي عندهم مستوى معين وعندهم تكوين معين ذوك انصدموا بالواقع وعدم تسرب بحين عاد هناك جيل آخر ذاك جيل متسرب المدرسي يقلوا التكوين للتكوين الصلي الإعلامي وللتكوين اللي في المجالات الأخرى اللي لاهي تزيدوا هو في مجال الحياة من هذه من ناحية ثانية من شخص لا يتم يمارس وظيفة ما يجبر فيها أي مردود ولا أي تشجيع أنا ما نعرف إيش لا يعقب السوق هذا يمارس وظيفة تطوع مطلوب وثقافة جيدة نحن نطالب بها ولكن نطالب بالتطوع ما هو مجالك العملي مجالك العملي التطوع ثقافة معينة والناس اللي عندها تعود إنسان فاتح حصل على أمور معينة عادي قد تطوع بها للآخرين أما فقط الشيء لا يعطي أما الشخص ما فات بدأ شخص ما زال يكون راسه الشخص ما زال عنده ضروريات الحياة ما فات حصل عليه كيف لا يتطوع في أي مؤسسة من درس أنا بوش قط وفر لك المؤسسة الإعلامية من التكوينات اللي كان على مستوى الداخل والله قاعد يجبر التكوين من الخارج مستوى الخارج يجبر عليه التكوين ما هو بالمؤسسات الإعلامية بالعكس حسب أمورنا نحن علاقاتنا نحن الخاصة بينا علاقات الخاصة بالأسرة ما فيها مؤسسة تكوني هناك المؤسسة التكوين اللي جبرت منه هذا اللي جبرنا كامل من شبكة الصحابيات الموريتانيات هذا اللي جبرنا مع بعض الهيئات أنا مولي كنت من عام 2011 إلى 2016 يوميا نزبط ساكن أخد ولو ما عندي شيء نعد نقص المركز المصري نقرأ كتاب ونرجع يا كاش يا كنين نقعد في الدار أنا نقعد في الدار ما يجيني فرصة تخرع لي ولا يجيني تكوين ولا يجيني أخبار شلا يطرى يوميا نمشي نبحث نمشي نخرص شطرة
هذه الهيئات اللي هنا العالمية اللي معانا هنا، كيف اسمه الاتحاد الأوروبي، كيف الاتحاد الألماني، كيف السفارات الأجنبية، هذه أنا اتصلت بها بكري، اتصلت بها سنوات الأولى، خاصة المسؤولين الإعلاميين فيها أتم بين معهم بعض العلاقات، ولك السبب تكونت أنا أكثر، استفدت من التكوين الأجنبي أكثر من التكوين الوطني، ودائما نحضر في التكوينات لنخرس واجع نشوف أحد من الوجوه اللي نعرف. كان السبب يعني اني اظن ان وركتي في السفيه 93 تكوين ولا ذا من اللي فيه الافادات بدات هذه السنوات، انه كان رصيد لا باس به ولكن اكيد لابد من الزياده. طبعا الزياده ان شاء الله. انا طبعا ان شاء الله. زينب، فعلا نحن عندنا مشكلة العقود في مؤسسة خصوصية، مشكلة الرواتب الشهرية، ذا كامل موقف وجه الشاب كان مقتنع بالمهنة الله يهوي عنده مستعدة تضحي، من راح حسب وجه النظر هي كان رئيس الإعلامية كان يقدم تضحيته على المدى البعيد، والله يوم من الأيام اللي هي تفرض طريق أخرى ما هي الإعلام. طبعا شفتي نشرت النهايات وتصحيح البدايات. شفتي أنت كشابة ما زلتي طامحة لقدي تتطوعي، وأن طبعا جيد عندك الطاقة لا تفرقي، عندك أنت أحلام، حب الشهرة راه وعد مطروح عندنا الزميلات، وخاصة زميلة الجاورة نحن عندو كل دوك، أنا كيف تطلع صورتي ولا تطلع صوتي، ولعبوا على الشكل أكثر من المضمون، هذه واحدة مطروحة لبعض الشباب. طبعا ماني معمم اني تخصصي في هذه المزايا، انا كنت عودي في سنتي ضركت يعني في التلفزة، انا كنت في الإذاعة ودخلنا في سنها، عندك انت من معرفة ما عندي بلي نيت ودي عندك تخصصي ذيك الشهرة، تخصصي ذيك الأمور اللي تحصل عليها معنوية أكثر من إيجابية، تقدري تضحي، ولكن في لحظة ما أكيد لا تعرفين كنت واحدة بشي ما عندكش بكلية، تبدا عندك التزامات عائلية. أنا ما قطع الحديث الشهرة ثانوية عندي بالنسبة لي. طبعاً ثانوية عندي شهرة مهمة عندي المهنة. ومقدمة ماني وحدي المهنة زينة عندي ودخلتها زينة عندي ونبقيها لي من الإعلام ومستعدة نعطيها اللي عندي كامل نبذلوا فيها عاطفة ولا زاخيلة به ولا إنه مكدر علي والله إني نرجع شو ضلت ندم عليه، أنا عطت له بثقة مرضاتي حتى لأني لين ترجع عند البرنامج ترديت أنا النهار اللي مقيت فيه إني ترديت بهني أولاً للمؤسسة، أنا من الناس اللي نبقي نعود رواية التزمت بين عدلها المؤسسة نشتغل معاها وجمهورهم اللي خلص البرنامج ومتابعة صح ما نقطعيها نقطعها كذا أنا، بالتالي ما نخرص فيها ذيك النظرة ذيك اللي نظرت الشهرة بعيدا عن الشهرة طبعا ما هي أساسية عندي، نبقي زي المهنة تو مقتنعة بها ونبقي مالي ذا الخالق لها تتخطى من غير الواقع اللي في حالك هذا هو ما يمثلني ولا نبقي نبقي قضية نقطة الشهرة قلت أنا مطروحة لبعض الشباب بعض الشابات اللي جات خالقة موجودة بعض واحدة مهم عندها طهارة تلفزة طهارة الشكل والله شغلت الميكو طهارة علي مهم عندي نظهر على شيء حتى أنها ما تحنستاج نحن طعنا طحاها اللي نضيت الدرع جمي درت سنة الأربعة ما طلعت إلا طبعا إحنا كنت تحصل شيء تطلعي تحصل شيء لا تحمي راسك ولا تحمي لارك ننجيك إعلامية ما تقول أنا ما عندي نكتب تقال أنا بالنسبة لي صحفية ما تكتب تجي الميدان وتكتب تقرير ما تقول صحفية ما تحرق خبر صحفية ما تقول نهاية بنتي يوم ما تجي قاعدة للبرومتر اللي تقرأين الشرع بنتي يوم ما قد يفصل فيك في مؤسسة اللي قد مقرجة تقرير ما يطلع أنا مستعيدة على تقرير صحفي ما يكتب تقرير صحفي ما يقدر بالنسبة لي ما صحفي ما يقدر صحفي هاي النظرة رأيك هي عندنا نحن هاي الناس اللي جات ورانا مركعات سعيدة بعد أنا قط جاز صدفة بعض رأيت برولانتين اللي جاي دور التكوين وأول شيء طرحته لهم بدي بالتقارير قالت لي انه التقارير قالت لي ماني بادئ من دور نشرة لو تونا دبت سري درت هي شفت النشرة ملاك الحد اللي يقرا نشرة ما خالف يقرا كيف ما يقرا يقرا نشرة انت نشرة ما قدمتي الشرة قد تمضي 20 سنة تقدمي نشرة وتاخذي من الحقل الاعلامي لسبب ما ما قدمت الشر راسك يسوى وشن هو تينا ما تعرف فنيات الإعلام ما تعرف الخبر ما تعرف الأساسيات ما تعرف التقرير ما تعرف خلفية التقرير خلفية الخبر ما تعرف قصة الإخبارية ما تفاصل بين هذا وهذا أنت ما تقدر تودي لا تخسري خلنا عنك ليه تخلى عنك أنا رولك والله اللي خلق الزميل اللي وشين عندي وباقي في علم الله واللي قعدت معاه وقلت له سابي يخلق لها هذا اليوم ما عليك قلت له شوفي أولا
عنده فعلا برنامج وكان ناجح تبارك الله. يقال برنامج ما هو من انتاجيه. بالتالي قطعت معه ولا تسالي هذه. قلت له فلانه اللي حضرت البرنامج استفادت منه. طبعا هذه موجهه الاعلاميات كما تدري مازال جدا اخي اعلام واحده من الاعلاميه هوايتها انا استفاد منك خويا استفاد منك اختي. ودائما يقول الرجال على العلايات انت اختك تقول تعود شبه من راجل. طبعا يقول اختك تقدم لك كذا ولا اللي يعلمك هو استفاد انت منه. اللي يعلمك اليوم حاولي انت تطبقيه لوحده اخرى الصبح. بالتالي ما تسمي معتمد على الرجال تقدم شي عكس سبحانه الله. طبعا تعودهم استمراريه يوم ما تعود انت تقدم لي شي لحد اخر مولي جاي الساج. شفتي هذا بين راهي مشات وقالت قاعده ما عندهاش واحد. للاسف هذه خسرت على راسها شفتي بين الحشمه المهد واللحد. هناك ايام هناك ليالي قلت لها نقول لك واليوم 24 ساعه. نرجع شويه الى موضوعنا الاول وهم قضيه اداره الوقت. ربت منزل ناجحه صحفيه ناجحه في اي مجال من مجالات الاعلام والله مسؤوله الاعلام لاي واحد من الادارات الحكوميه هذا كان قضيه اداره الوقت هذا اي حد ناجح ايا كان ياخذ بغض النظر عن عمله لابد من اي فرصه جبرها يستقلهم وراسه ربنا تجار انا لان اعطت لي مؤسسه اعلاميه فتحت لي ابواب واعطتني زملاء نحتك بهم وزميلات نحتك بهم استفاد بهم ولا نعد عجلانه الا نطلع انت اليوم لا تطلعي كم من صحابي طلعوا كم من الناس ما اول شيء لا بتدريجي الحياه لا بد من سلم لا بد من سلم كل حد بدي بالسلم الاول توصلي القمه ياك تبقى انت تبقى عندك شيء ياك انت توصلي القمه توصلي لها متينم وتقولي تهنا عليها وتقولي الاستمراريه توصلي للقمه ما هو الهدف اي حد يقدر يوصل القمه ولكن الهدف والاستمراريه هو كيف تحافظي على هذه القمه وكيف تحافظي على تقبضيها تدريجيا هذه ما تقبضي تدريجيا كل قلت تقبضي ياسر من تجارب ياسر من خبرات الشباب والشابات ياسر من الاحتكاك ياسر انك ما تعجل على راسك ياك تفرقي ذا لداخلك لا بالعكس مليه هي الاولى لين عد ما تلقاد يحتوى فكرك ولا عقلك وين كان ذاك ياسر حتى خذ انك تصدري للناس الاخرين. زينب وش تتمنى الاعلام راك شايف على ايش تبغي يتطور في الاعلام؟ هذا السؤال الكبير حتى انا تعرفي الناس اللي قالني طامحات حتى انا نتمنى اني نوعا مع الصباح نجبر جميع زميلاتي عندهم عقود عمل عندهم ضمان صحي عندهم سكن لائق بهم لماذا؟ عندهم وسائل نقل معطيه لهم هناك نيني تقعد وحده ونقول انا صحفيه فتحس عود راجل فرح طبعا تحسي منك فخر وتعود الصوره النمطيه عن الصحفيين نحن قاعدين نعانوا من روايه اخرى انت مشيت خلينا نقلب الناس البسيطه ان صح التعبير الاعلام شكل روايه طبعا شكل اعلاميا كذا وكذا تجبرك واحده من بيتي والله تجبرك راكبه تاكسي نحن هم نربط تاكسي الحمد لله بشكل يومي يقول لك اخبارك انا حتى نيت نشحذ نقول لا تشابه مين اللي ما جاء دعيها انك تبغي تقول نلمع بها شوي الاعلام ما نبغي نقول لنا اعلاميه لما نضعف ما تبقيه لك لماذا يا ترى نعود عندنا كيف موظفين الحكومات كيف موظفين جميع المؤسسات احنا السلطه الرابعه يا ترى نعود عندنا حقوقنا كاملة المادية محفوظة لنا تدوم الصورة النمطية اللي مطروحة للصحفي زين وما ترى متحملين المسؤولية في رواية تحملين النقابة ولا تحملي هذا الغرض الصحفي ونحملها للصحفي بنفسه. انا ما نختار اصلا نتهرب من المسؤوليه، نحملها لي انا زينب، نحملها انت نفيس. نحملوا ان احنا اللي عمانا حب هذه المهنه وعماتنا حب التطوع ونقدموا لها شيء ياك نتقضاو عن حقوقنا. والحق ما ينعطى ما ينعطى والطالب به ينتزع. هذا هو الحق. زينب من ترى منين العمل اللي قطع ضد زينب؟ برنامج والله عمل قناه تلفزيوني والله اذاعي تندمت اني عدته ما كانت تبغي تعدل ونجي لو غرف عدت وعقبت ما زين عندها تعدل طبعا دور خليك في البدايه دائما بدايتها كيف دائما بدايتها كيف ما تذكرين انا بدايتي بديت في اذاعه نواقش الحراء صباحا برنامج قالوا صباح نواقش كان زين عندك كنت زين عندنا قدمت شو كنت مع صحفيات فيهم مريم العباس لها تحيه كنت مع ام الخير بنت عبد الله كانوا ينصحوني حتى ما قدمت شيء قبال ما في حلقه قد قدمت انت كنت في فجيره والله كانت ما كانت المستوى اللي كانت قعدت ام الخير تفقدت حلقه جات واتصل حد من الشباب اللي يقرا معايا قال لي ايش من الكلام اللي الساعه نزلت انا عقبالي حاجه لك الخيام ونجيب من فلان ولا فلان ولين قال لي شي خاصه هاي سنتي الاولى وبكيت على الاذيه
واعتذرت عني من الخير. الحمد لله اللي دعمك انت بس برك اللي بكينا لا يشوفون المشاهدين. الحمد لله اللي دعمك انت بس صمت ثاني اني بكينا صمت. اعتذرت من الخير اني عندي وعكه صحيه طارئه وتوعدوا من المساكين المستمعين راني موجه معتذر من هذا المنبر عدلوا من هالشيء وسولوني حتى تلفنوا علي سولوني ما الا بي كلام قالوا زميلي عقبت اعتذر لي عاد دقا ذاك الكلام بالدور تراي مساعة دي نفسك بالكلمات اللي قال لك هو في الحق ضربت لا تبكينا انا قاعده فيها انا اخترت نختار نبكي انا حد قاعده تجي وقال لي ياسر انا كلام خاص لا لين شكر عليه نطبق تبارك الله على ذاك نسيت عقليه الخيام نقبض طبعا نحن عندنا سنه دراسيه وافتتاح السنه الدراسيه وفتحت امس وفما يقبل التلاميذ ونقبض تقرير في الموضوع نرجعوا سنه والله نقبض تقرير في موضوع التعليم ان شاء الله افتتاح السنه الدراسيه عام دراسي جديد 2017-2018 يدفع موريتانيا الى ان تعيش حاله استنفار دراسي بداته بجوله لوزير التهذيب الوطني داخل بعض مدارس العاصمه فما الجديد؟ الوزارة قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من توفير المدرسين وتوزيع الكتاب المدرسي والإجراءات اللازمة حتى يكون فيه من اليوم الأول افتتاح فعلي وناجح إن شاء الله على مستوى جميع التراب الوطني. انتهز هذه الفرصة لأن أذكر أن التحديات المطروحة المضمونة التربوية أساسا تتعلق بتحسين وتجويد نوعية التعليم وأن الوزارة قائمة بعض الإصلاحات اللي تتطلب المثابرة وتتطلب جهد تضاعف جهود من جميع الشركاء ومن المدرسين لإصلاح وتحويل منظومة التربوية حتى تتماشى مع متطلبات التنمية. ما زالت بعض المدارس مصدة الأبواب بل وفصولها تسودها الحيوانات كأن العام الدراسي لم يبدأ بعد هنا فيما فتحت مدارس أخرى أبوابها للتسجيل في انتظار اكتمال وصول الطلاب من العطلة الصيفية. فيما يتعلق بالجو الافتتاح اليوم ما شاء الله جينا مع أصبح الثامنة وما شاء الله الحياة بدأت تدب غالبية الناس ما هم موجودين بعد الشوط ما فدخلت الغالبية المطلقة من الناس غالبا ما شاء الله كان الافتتاح جو مفعم بالحيوية. فتحت المدارس أبوابها أو هكذا كان مقررا لها لكن التدريس لم يبدأ حتى اللحظة أمر أثار حفيظة أباء التلاميذ ولئن سألتهم عن التعليم ليقولون السنة جيدة لا كي السنة الماضية والسنوات الأخرى كي 2012-2014 ما فيش حد قال لك عن التعليم خالق موريتاني تعليم أو خالق لا وين واحد بطرول يقدر يقري يقول له من درس حرة يدور يقري والتعليم العمومي ما هو خالق عام مضى وآخر أقبل وبينهما يظل التعليم الموريتاني يترنح في وضع لا يحسد عليه وعلى جبين وزاراته أكثر من علامة استفهام. محمد عمر بلول، الساحل تي في، مغشوط. شكرا للزميل محمد عمر بلول على هذا التقرير. التقرير كان من في نشرة البارح. طبعا مواكبة لفقرة عراقة نحن شوي مازلنا متعقبين على التقرير. زنبو التقرير كان حول افتتاح السنة الدراسية ولوج التلاميذ في السنة الدراسية ونحن شهدنا بعض الناس اللي يقول عن التعليم على انه بتدهور وان المؤسسات التعليميه المؤسسات التعليميه بعضهم بعض وذيك بعض الردد هي مع قناه تبارك الله ما يبيت كان حق المشتركين وفهمتي تبارك الله تعليق مختصر بعدين نقبل اراء ان شاء الله بالموضوع. انا شفت قايمه اولا مؤسسات انباعت نوع من فئام السياسه وانا جاي عن هنا قضية صحفية اجتماعية أكثر، السياسة ما نقدر نتكلم فيها، ما عندي باطل لها رأي عام بقى. رأي عام لازم نتكلم عن التعليم بصفة عامة، أولا من هذا المنبر هنيئا لجميع التلاميذ وهم والأساتذة والطاقم التدريسي كامل، طالبة لهم مولانا التوفيق وسنة سعيدة ونجاح نسبة أكبر النجاح خاصة البكالوريا والسنوات اللي في ناب. من حيث التعليم أرى أنه ما هو بذلك السوء اللي يقول البعض انه ارى انه 2015 كانت سنه التعليم وقدم فيها الكثير من الامور وارى اني انا الحمد لله كنت في الداخل مشيت الى ولات وبسكنه قلبني نجبر منطقه ما فيها مدرسه ومن ذلك المدرسه اللي جبرتي في اغلب المناطق كانوا متوفرين فيها معلمين الله متوفرين بها انا جيت والله للمؤسسات التعليميه لا انا جيت زمن العطل ولكن سولت كلهم عنده معلم
عندهم. ثم هذه جدلية السياسة أظن أنها أكثر هي تنطرح على المواد. على كل من الناحية الاجتماعية أرى أن مدرسة من الناحية الاجتماعية قالها دورها يالتو فعل يالتو تلعبوا بهم، لأن المدرسة أنها هي الأم الثانية، المدرسة هي البيئة اللي مضي فيها الطفل والتلميذ والطالب أكثر وقته، يالتو يقعد ثم رقابة على أخلاق الطفل، يالتو تقعد ثم رقابة من الأسرة. هذا الطفل كان عليه وهذا المراهق كان عليه، كانوا متابع. أرى أن كنا نتناول التعليم نتناوله من ناحية الاجتماعية أكثر من ناحية الناحية اللوجستية، من الناحية اللوجستية مسؤولة عنه هيئة معينة وهيئات منشئات الدولة وأخبر فيها الناس اللي عن الدولة تتكلم عنها. من ناحية الاجتماعية المدرسة للأسف مؤخرا عادت وكر الجريمة، والله بيئة مناسبة للجريمة، تشاهد أكثر الجرائم تخلق بين المراهقين والشباب إلا بالمدرسة. بعض المخدرات بعض المدارس عفوا تنتشر فيها وسطها مخدرات، ممارسات ما هي اللي كانت هذا كان رد تفعيل دور الأسرة ودور المدرسة طاقم التدريسي، هذا كامل يلطم يوعاو يلطم يتحد ويلطم يعود لم ما ترسل ولدها، مع أننا نتكلم عن ستات البيت ترسل ولدها المدرسة يطرح رأسها تلقد والله تقس لا بد تدفع من رقابة. هذا الطفل شحد، هذا الطفل شقرة هيك الساعة نيل الله نعودوا نعطوا معيوبات ولا نواقص هذه الهيئة والله هذه المؤشرة. حتى هم اللي طاقم التدريسي اللي في الميدان اللي متحكم مع هذا وقدم الدروس يوميا لهذا الطلاب، يرتم اللي يعود هو على نوع من الوعي نوع من طبعا رسالته نبيلة، قد هذه الرسالة لابد صاحبها تطبيق الأخلاق تطبيق الأمور اللي يالله ستعود هي منبع تكوين الطفل عاقبها وأخلاق والبيئة الحسنة اللي يتربي فيها. شكرا لك زينب ونقبو عينة من آراء المواطنين في الموضوع. تعليم هاي السنة الدراسية اللي تفتتح رسميا اليوم، لا أخفى على أحد ما يعانيه التعليم من مشاكل ومن ضعف في البنية التربوية، الأسرة التربوية من أساتذة من إدارة من لوجستيات التعليم غير متوفرة، التعليم العالي يعاني الأمرين. التعليم شكله جيد ومتطور الحمد لله، يعالج حارب من الجهل مجتمعنا، كان مجتمع يعاني من الجهل والأمية، والحمد لله صار تعليما ناجحا ونرجو المزيد. من ناحية التعليم نبقي نقول نستشار يوسم الناس في ذي المسألة، فهمت؟ من قد ناحية المعلمين يالتهم يبادروا في تعليم الناس، من ناحية عود هيشي كيف ثرت حالا تأخروا في يوصل من مراحل كيف تعليم ثانوي تعليم كيف تعليم ثانوي تعليم ابتدائي، فهمت؟ وحالا نحن طالبين بعض نبقي نقول كلمة واحدة اللي هي إن التعليم يعطوا يعود كيف دي سنة إن شاء الله يعطوا التعليم ناجح يتفوق يوصل طلاب إن شاء الله وداعي لهم بالتوفيق إن شاء الله. قري ملاه مدرسة حرة رواخية حت ولاهم قري لا مزين ما هو يجمع لا يجمع والضرائب 20 و100 و200 ولا هم قرين شي اسوكيه تركه كياتهم يمشوا بيض ويرجعوا بيض. أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم معنا، هذه فعلا عينة من آراء المشاهدين آراء المواطنين في الشارع سابع سوها، فيه اللي مع التعليم ويقول إنه رفع مستوى التعليم والمعلومية، وفيه اللي يقول إنه التعليم إنه في تراجع إنه ما تهكام، والمرة الأخيرة اللي قالت إنها تركت تقرأ مدرسة حرة عن الضرائب، نعرف متذكرة 20 بلايكس يعني تدخل كناسة كل حدا لي 20 حقبة ذكرتي ضرب يجمعوا 20 و100 وتركي يرجع قرانهم بيض. ما نرجع قرانا بيض. هذه مواطنة. هاي قالت حسب المواطنة للأسف ما كنت سمعتهم حتى اللي كنت انت دايرة السماعة. أرى أن التعليم كلها نقول لك هذه من ترى تنبو التعليم حسب وجهة نظرك تعليمك الساعة وتعليم الرك كان فم وجه مقارنة قاع ولا ما فم؟ شوفي فم مسألة، الجيل نحن أفضل من الجيل السابق، والجيل اليوم
أفضل منه نحن في التعليم. ما هو نظرا القضية ما هي قضية يرجع المناهج، لا قضية الظروف. نظر يرجع المناهج بالشر، كان يقرأ الفرنسية يقرأ العربية أذن بي. خليك صحفية، خليك برأيك، خليك حيادية، خليني أنا الضيفة نقد الموضوع. لا تصدي رأيي. أنا رأيي أن القضية ترجع لظروف عامة. مثلا أنا قريت مقطع الحجار، قريت في بليده منه، ما عندنا تلفزة، تلفزة دخلتنا 2007، أنا عدت في دين عبد البريف، ما عندنا الضوء على العادي، كنا نقرأ والدحميس، ما تلفون ما يخالق الذكية، ما خالق هذه وسائل الترفيه، خالق قيس المدرسة، تبقى قيس يابع. فهم منافسة مدين بين التلاميذ، كانت لكن منافسة جيدة بين التلاميذ. وفهم المسألة، ما لابد نقرأ المحضرة، هذا اللوح روالك مهم، هذا قراءة الله اللي كنا نقيسه السابق ونقيسه المدرسة. ايوه وانت في فرنسا تحدي كنت تقرأي جميع يقول جميع العلوم الشرعية نقرأها ابن عاشور نقرأها، وهذا على الصور نقول دحم كل دحم سنة وحفظ ونقص المدرسة، هذا كامل يعود هوينا علينا. درك التلميذ لا ونين يقرأ اللوح شوي أيام العطلة، ومرة قاعد يقول إنه تعبان، مرة يقول إنه فترة، وقسم المدرسة ما عنده. لو تعبان على التلفون. ما أنا طول الظهر تلفون. أنا لين أقول لك عندنا طفيلة مخلاق البن وزمانة، أنا الحمد لله هذا كان مشيها تعدل لي صور، تمشيها على الإيميل، أنا عطيتها تلفون متوارسة، وهي تقرأ سنة رابعة، وواحلة في الأمور. أنا ماذا هو خالق لو خالق لأصحاباته وفيسبوك وإنستغرام والشيء الثاني أنا ما نعرفه. زينب والله هذا الموضوع أنا والصحفية الإعلامية الشابة، زينب ومن درجة تم تعيين زينب بوزارة الاتصال، شنو أول عمل يقوم بزينب؟ وزارة الاتصال ذاك اللي خلينا لكن معينة لي هذا اللي نفترض نفترض لهي أول شيء أنا تعرفيني معروفة عن معروفة بقضية نزعة لشور المرأة، شور حقوق المرأة، شور النوع. هذا بعد ما هو راهو تحايل للرجال وما هو النزيه وما حد يمنكل حقوقهم، ولكن النظرة الذكورية سادت فترة طويلة بالشعوب العربية كلها. ما تعين صراحة لا شيء يصير كان يفترض. هذا اللي نقوله لك، أنا كنت عدت لك وزير وفات القصة أنا افترضت. المهم خالق أنت بعد أصحاباتي أنا والمرأة كاملة الحمد لله نبش لا هو الوزارة تعين وتنتخب. لا نختار نختار قبل طبعا مجلس الوزراء ومرسوم رئاسي ولي عين، فنختار قبل تنتخب يكتب صوتي انت والشبكة. الله يعني شو تقدمينا وش تقدمينا بعض اللي انتخبناك اولا اي قاع وزارة والله اي إدارة أي حقب أي حقيبة وليتها. هنتكلم عن الإعلام. الإعلام خاصة اللي تبقين تباني لدرجة زاويته. لأن أخرص المؤسسات عقود عمل هي أول. اللي محتاج له ثم اللي محتاج له المؤسسة تعدلوا عقد عمل. والما يحتاج له. رأي ما يحتاج له. زينب ومسيد أحمد صحفية كنت ضيفتي في هذه الحلقة من برنامج هذا الصباح، شكرا جزيلا لك. كلمة أخيرة التي تبقى توجه لمتابعين هذا البرنامج ومتابعينك أيضا اليوم. أولا أنا ما كنت شاكاني قاعد برنامج تبارك الله في هاي الرياحية اللي تكلمنا بيها وهذه قاعد تعين قاعد معك وش تعليمات تساميتو هاي الرياحية اللي تكلمنا بيها كانت زينة عندي حتى وأنا كنت أقول لك 11 عيد ورعي جات 11 وزادت وأنا نقيم نتكلم الله يلا نبقى نواصل معك أنت قبل نتيجة الوقت برنامج ما تسمعني إن شاء الله ملي في فقرات في الرياضة بذات صحة ذيك نقطة مهمة عندي الساوي ونمشي هذا البرنامج أنا نعتبره بداية ونعتبره شيء جديد لأن البرنامج نعرفه يقعد رجع 60 دقيقة وهو مع عباس نفس الرد هذا التنوع هو المطلوب هذا التنوع وهذا ثقافة نحن وكثافة عندنا عرفنا الأراح عرفنا إشطار نفتح المدارس في التقليل عرفنا الطقس مع الصباح عرفنا اللي نعرف الصحة ذلك اللي نعرف الأطفال اللي نجبر الترفيه لقنا جبت ضيف هذا متكامل يعني الإنسان قد يكفي خرص برنامج هذا الصباح بلي لا يجبر الأمور كانت كان كافي ما عندنا تدوينة مازلنا ما محل النشرة عندنا تقرير في الموضوع اللي هو موضوع الموضوع اللي حديث الساعة ما عندنا آخر رياضة مالي 24 ساعة الماضية وعندنا صحة وعندنا فقرة الأطفال أغنية نهدوها الأطفال الصغار اللي يشاركوا معنا ما يعود اليوم مزوين مدة واحدة طبعا وعندنا موسيقية خطوية شكرا لك اسمح لي نقول لك ان برنامجك زبدس
24 ساعة الماضية على قناة الساحل والأخبار الوطن كاملة. وشكرا جزيلا لكم وشكرا للمشاهدين، وإن شاء الله تطلع الحلقة عجبتهم، والسلام عليكم. شكرا لك زينب. وأعزائي المشاهدين، الآن نتابع فقرة الرياضة الصباحية. قادر المنتخب الوطني لكرة القدم صباح اليوم العاصمة نواكشوط متوجه إلى تونس من أجل إقامة معسكر تدريبي هناك لمدة أسبوع، تتخلله مباراة ودية ضد جزر القمر يوم الجمعة المقبل وأخرى ضد غينيا الاستوائية. ويندرج هذا المعسكر في إطار استعدادات المرابطون لمواجهة بوركينا فاسو بالجولة الثانية من تصفيات أفريقيا 2019 في مارس القادم، حيث يحتل المنتخب حاليا المركز الثاني خلف بوركينا فاسو بفارق الأهداف بعد فوزه بالجولة الأولى خارج أرضه على بوتسوانا. أطلقت الاتحادية الوطنية لكرة القدم أمس الأحد بشكل رسمي الأكاديمية الوطنية والتي ستخصص للاعب المنتخب الوطني تحت 15 عاما، وضمت الأكاديمية 35 لاعبا من قبل الكادر الفني، وسيتم تكوين وإقامة اللاعبين على حساب الاتحادية، كما ستشرف الاتحادية على دراستهم ونفقاتهم. وأطلقت الاتحادية هذا البرنامج بدعم من الاتحاد الدولي كدعم للفئة السنية، كما أقدمت الاتحادية الموريتانية على تسمية القرى بأسماء قدماء المرابطون. يذكر أن هذه الفئة يشرف عليها المدرب الوطني عمر نجاي وبإشراف من المدير الفني للاتحادية الوطنية لكرة القدم لويس فورتيس. أسدل الستار مساء أمس بملعب الشيخ أبو البيدية على أحداث الجولة الأولى من الدوري الوطني لكرة القدم بإجراء لقاءين في نواكشوط والثالث في نواذيبو. ففي ملعب الشيخ أبو البيدية فاز نادي تشجع على العميد الإكسار بهدف لصفر، وهي نفس النتيجة التي أسفر عنها فوز الرياض على الحرس الوطني. أما هناك في نواذيبو فقد استمتعت جماهير ملعب البلدي بخمسة أهداف في ديربي الشمال، حيث قالب نادي الكدية خسارته بفوز مستحق بثلاثة أهداف لهدفين على مضيفه نادي السنين. أكد مدرب تشيلسي أنطوني كونتي أن مهاجم المنتخب الإسباني ألفارو موراتا لن يستطيع المشاركة مع منتخب بلاده في المباراتين الأخيرتين من تصفيات المهلة نهائيات مونديال 2018 في روسيا. وأصيب موراتا في قدمه خلال المباراة التي خسرها تشيلسي أمام مانشستر سيتي بهدف لصفر على ملعبه في لندن. وضمنت إسبانيا حتى الآن خوض الملحق الأوروبي وهي تتصدر المجموعة السادسة بفارق 30 نقاط أمام إيطاليا. اهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. تابعتم في الفقره الرياضيه اخر الرياضه في 24 ساعه الماضيه، ونحن نعتمدوها فعلا، نعتمد برنامج هذا الصباح من نشره الساحل المسائيه اللي هي نشره التاسعه. اعزائي المشاهدين، من فقره الرياضه الصباحيه الى تدوينه نتابع. تزامنا مع افتتاح العام الدراسي في موريتانيا، اثار رواد التواصل الاجتماعي موضوع التعليم في البلاد ومشاكله. أحد المدونين على الفيسبوك دون نقاطا على صفحته الشخصية على أنها من أبرز مشاكل التعليم في البلاد، منها العمل على حشو أدمغة الناشئة بمعلومات جاهزة تفعل فعلها في قتل عنصر التأمل والتفكير والتقدير في قادم الأيام، إهمال عنصر التقويم وفوضوية المتابعة، الأمر الذي يجعل التلميذ فاقدا لنشوة الانتصار وطعم التحدي وتحقيق الذات. بعد كل ذلك دعا المدون الأستاذ الكريم للتفكير في نفسه، فمستقبل الوطن ربما يكون بين يديه ليشكله بالطريقة التي تعجبه. مدون آخر قال إن كل الدول التي عانت الفقر والحرب والتخلف أصبحت الآن في مصاف الدول العظمى بسبب التعليم، ودعا للتحسين من وضعية التعليم وجعله مشروع حياة كي تتغير موريتانيا اقتصاديا واجتماعيا وعقليا. اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. نقبض متصل عاد معنا في الحلقه. هلا متصل، نضرب من المخرج طلع لي مكالمة العاتفة. سابقا ننتقل للفقرة الثانية. الو، السلام عليكم، تفضل مشاهد. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا وسهلا، تحية لك. الخط نقبل متصل اخر. الو، السلام عليكم، تفضل مشاهد. تفضل مشاهد، اخر متصل معنا في هذه الحلقة.
تحية لك. تفضل. جزيل الشكر على هاي الضيفة اليوم الكريمة. هاي الضيفة الكريمة وراني ما شاء الله دائما ويا دائما ما شاء الله يعود من مقابعة براكنة. جزيل الشكر. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، من قبضوا اهداء من برنامج هذا الصباح اللي وعدت به يا مساء اطفال الى صغار، لان لا ينسى ان شاء الله في كل حلقه من هذا البرنامج نجي لهم انشوده للاطفال. نتابع. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، هذه اغنية مهداة من هلا صباح لاطفالنا الصغار، ولا يتم ان شاء الله بشكل يومي تنضاف لهم اغنية نحضرهم في هذا البرنامج معانا من اجل تنوع هذا البرنامج. نتابع اعزائي المشاهدين فقرة صحة وشمال. سوء التغذية مصطلح يشير إلى الاستهلاك غير الكافي أو الزائد أو غير المتوازن من المكونات والمواد الغذائية، والتي تسفر بالغالب عن ظهور بعض من اضطرابات التغذية المختلفة اعتمادا على عنصر الزيادة أو النقصان في الوجبة الغذائية. ويعتبر سوء التغذية أعظم تهديد مفرد يواجه الصحة العامة، وتعود أسبابه إلى نقص مواد معينة أو اتباع نظام غذائي غير متوازن، إضافة لوجود بعض المشاكل الصحية. وتتضمن أعراض سوء التغذية التعب والدوخة ونقص الوزن، وقد لا يعاني المصاب من أي أعراض. وتعتمد المعالجة على تعويض العناصر الغذائية الناقصة وعلاج الأسباب الكامنة. ولتصحيح المشاكل المرتبطة بسوء التغذية، فقد يوصي مقدم الرعاية الصحية أو اختصاص التغذية بإجراء تغيرات معينة في أنواع وكمية الأطعمة التي يتناولها المصاب. كما قد يصف مقدم الرعاية الصحية المكملات الغذائية، أفضل طريقة للوقاية من سوء التغذية هي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن. شكرا جزيلا للزميلة نسيم تخرش على التقرير. أطفالنا الصغار يا كنتم نجيب لكم الأغنية، لازم تم تصبحوا مع الصبح وتابعوا تطلعوا المدرسة تعملوا صبحكم ولا ترقدوا ما تعشيتوا. يا كنتم كل نهار نجيب لكم إن شاء الله نشهد في هذا البرنامج، ياك ما تعودوا كيف الأطفال اللي شفنا في فقرة الصحة. أعزائي المشاهدين، من فقرة صحة وجمال إلى فقرة الكاريكاتير، متابع. Thank you.
هذه الفقرة تكتمل فقرات هذا الصباح، وأختم معكم بمقطع موسيقي كما عودتكم دائما، وهو فيديو كليب. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم في أمان الله وإلى القادة، وموضوع آخر وحلقة منوعة أيضا. السلام عليكم.